نبدأ حلقتنا بأهم ترندات الحلقة. طبعا هاشتاج أبطال إفريقيا في المونديال بيتصدر السوشيال ميديا. سلبية مسحة بعثة الأهلي في المونديال. فيفا يرحب بالأهلي عبر الفيديو كونفرنس. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهاردة في مجموعة من المباريات، أبدأ بسرعة بمباريات الدوري المصري. النهاردة في مباراتين، وفي هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة في مباراة في مسابقة الدوري العام. المقاولين العرب بيلعب على أرضه في الجبل الأخضر مع إنبي، وما زالت النتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين. الساعة 7:30 وعقب مباراة المقاولين وإنبي، الإسماعيلي هيلعب مع بيراميدز. وبالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي النهاردة بالتأكيد في مجموعة من المباريات، حوالي 6 مباريات. إيفرتون كان بيلعب مع نيوكاسل، ومباراة انتهت منذ قليل بهدفين مقابل لا شيء لصالح نيوكاسل يونايتد. وفي هذه الأثناء 3 مباريات في توقيت واحد، مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، كريستال بالاس مع ويلفرهامبتون، ويست بروميتش هيلعب مع فولهام. الساعة 7:30 أرسنال مع مانشستر يونايتد، وفي الختام ساوثهامبتون هيلعب الساعة 10 مع أستون فيلا. مباريات أيضا اليوم في الدوري الأسباني في 4 مباريات، طبعا في مباراة بتقام منذ لحظات وإشبيلية متقدم فيها على إيبار 2-0، لكن الساعة 5:15 بعد قليل تنطلق مباراة ريال مدريد مع ليفنتي. الساعة 7:30 فالنسيا هيلعب مع إليتشي، والساعة 10 ختام المباريات فياريال مع ريال سوسيداد. مباريات اليوم في الدوري الإيطالي يمكن منذ قليل أيضا كانت فيه مباراة بتقام بين بولونيا وميلان، والشوط الأول الميلان متقدم على بولونيا. الساعة 7 سامبدوريا هيلعب مع يوفنتوس، والساعة 10 لروبا إنتر ميلان هيلعب مع بنفينيتو. أيضا كمان النهاردة مباراة مهمة جدا، وكل المتابعين لكل المباريات المرتقبة في كأس العالم للأندية بينتظر هذه المباراة بشكل كبير جدا. الطرف الأخير ما بين بطل كوبا ليبرتادوريس هيتحدد النهاردة الساعة 10 مساء، حينما تقام هذه المباراة الكبيرة والديربي والكلاسيكو الكبير جدا ما بين بالميراس مع سانتوس. هي مباراة شبيهة بالأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الفائز في هذه المباراة سيسافر يوم 3 فبراير للمشاركة في كأس العالم للأندية واستكمال كل الأطراف المشاركة في هذه البطولة بإذن الله. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.